بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، من جديد أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. نتناول في هذا المقطع الإجابة على سؤال عن حكم الوصية الشرعية. ومعلوم أن العلماء متفقون كلهم على مشروعية الوصية الشرعية، ومن الحكم التشريعية لها حتى يتدارك الموصي ما قد يكون فاته من تحصيل الأجر والثواب في موضوع التبرع والصدقة والإحسان. ومعلوم أيضا أن الوصية تجوز للفقير ولغير الفقير، للقريب من غير الورثة وغير القريب، ولكن هناك ضوابط يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا حتى لا يتحول هذا الأجر المبتغى إلى إثم أو قطيعة أو أكل حقوق الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الضابط الأول مثلا أمر أحد أصحابه أن لا يتجاوز في وصيته من تركته الثلث، فقال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون أيدي الناس. ثم إن العلماء أيضا قد اتفقوا على أنه لا تجوز وصية لوارث بحال من الأحوال إلا إذا أجازها باقي الورثة برضا وقناعة، ويعني إقرار تام بملء الرضا، في هذه الحالة تجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة. وبعض الناس يظن أنه لو حصل مثل هذا وتركت وصية لأحد الورثة فأخذها أنه لا يناله إثم. العلماء أيضا قالوا أن الموصي والموصى له مشتركون بالإثم، لأن في ذلك تعد على شعائر الله وعلى أحكام الله وأكل لأموال الناس بالباطل. بهذا إن شاء الله نفهم هذه الضوابط التي وضعها أهل العلم استنادا إلى النصوص الشرعية الصحيحة في شروط الوصية الشرعية. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.